السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا نهائي سباق 110 أمتار حواجز والفوز الغير المتوقع ديال هانسل بارشمنت. أكبر المترشحين لنيل الميدالية الذهبية كان هو جرانت هولوي. شاهدنا وشفنا هذا العام كيفاش حقق رقم قياسي العالمي كل أزمنة لسباق 60 متر حواجز 27، كنا تكلمنا عليه فيما قبل على مستوى القناة. هو صاحب أحسن إنجاز في سنة 2021 12.81، وحد ذاته هو ثاني أحسن عداء في تاريخ هذه المسافة. هذه الرقم القياسي العالمي كان تحقق في 2012 كان 12.80، ومرشح كذلك لتحطيم الرقم القياسي العالمي ديال هذه المسافة هذه 110 أمتار حواجز. بارشمنت وغرانت هولوي كانوا في نفس المجموعة منذ البداية. في الدور الأول هولوي هو السريع، وكذلك كان سريع على مستوى ستارتين بلوك. نفس الشيء بالنسبة للدور الثاني، هو الأسرع، هو الأول في السيرية دياله، وكذلك أسرع على مستوى الديبار. ففي السباق النهائي كل شيء ينقلب. على مستوى الديبار ستارتين بلوك غرانت هولوي كان هو الأبطأ، أبطأ من بارشمنت. وفي بداية السباق اللي شفته أنا شخصيا مباشرة، فكان غرانت هولوي متقدم وكان في الخطوط الأمامية وكان يسير نحو الميدالية الذهبية بكل بساطة، وأنا كنت أتوقع أنه يحقق المرتبة الأولى، وكان يتقدم حاجز بعد حاجز. لكن عند نهاية السباق فغير مفهوم ماذا حصل لغرانت هولوي. تباطأت السرعة دياله وسبقوا هانسل بارشمنت تقريبا في 21 أو 15 متر الأخير. هانسل بارشمنت ماشي أول مرة يتوج على المستوى الأولمبي وكذلك العالمي، وسبق ليه دار ميدالية نحاسية في أولمبياد لندن 2012، وكذلك سبق ليه دار الفضة بطولة العالم، وميدالية ديال طوكيو الذهبية هي أول ذهبية في المشوار ديال هذا العداء. كما أنه ليس الأحسن على مستوى جامايكا، فهناك أيضا عمر ماكليود. وفي هذه الأولمبياد ديال طوكيو 2020 فجامايكا تبين التفوق ديالها على أمريكا في سباقات السرعة. ذهبية جامايكية وكذلك نحاسية جامايكية، نحاسية من طرف رونالد ليفي. بالنسبة لغرانت هولوي فهو لازال شابا 24 سنة فقط، العكس ديال بارشمنت اللي تقريبا في نهاية المشوار دياله. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.